السلام عليكم. تربية الأفراخ بيجي موسم، يعني فصل الخريف خلينا نقول. كثير من الناس تعتقد أنه هذا الوقت هو أفضل وقت لتربية الأفراخ، أفراخ الدجاج. طبعا هاي النظرية مو صحيحة، لأن هو يقيس على درجة الحرارة اللي يعني الظهر هسه موجودة، درجة حرارة عندنا ما تعبر 40، بين 35 40 41، هاي الدرجة صحيح مناسب لتربية الأفراخ، بس بالليل توصل درجة الحرارة لل 18 19 20. فبهاي الفترة من تنخفض درجة الحرارة بالليل وتصعد بالنهار، فدائما ينشل بها الطير. فما أنصح أي شخص يربي الأفراخ بهاي الفترة، فترة الخريف أو الربيع، يعتقدون أنه درجة هذا الشهر تقريبا، هو شهر شهر ونص، يعتقدون أنه درج المربين يعتقدون أنه درجة الحرارة من تكون معتدلة، يعني ما تعبر 45، ما تعبر 40 أصلا، هي أفضل وقت، بس بالليل راح تنخفض عندنا درجة الحرارة وراح ينشل الطير. إلا إذا كانت عندك يعني خبرة أو معرفة بالمكان اللي راح تربي به، أو داخل خانات خشب مثل ما ذكرت في فيديو سابق، ممكن نربي الأفراخ بخانات خشب إذا كانت طبعا تربية بالمنزل، يعني أعداد بسيطة، بس هيك تربية أبقاع مفتوحة وهيك كميات لازم توفر لهن تدفئة بالليل، يعني لازم تحافظ على درجة الحرارة، لأن درجة الحرارة بالليل جاي تنخفض توصل للعشرين وترجع تصعد ل38 للأربعين الظهر. فبهاي الطريقة راح ينشل الطير. بس تربية الأفراخ في فصل الصيف تكون أسهل بهواي، لأن راح تكون عندك فقط تبرد القاعة، حاول أنه تبرد القاعة ما تعبر 45 إلى 40، طبعا هاي بالأيام الأولى التربية الأفراخ، وبالليل هي درجة الحرارة أصلا حارة، فما ماكو مشكلة بتربية الأفراخ في فصل الصيف. بس في فصل الشتاء لا، لازم تحافظ على درجة حرارة ثابتة. حاليا ما أنصح بتربية هاي، طبعا الأفراخ اللي قدامكم هي أفراخ دجاج اللوه مان البياض. حاليا يعني الوضع تعبان، السياسي طبعا متقلب، فالناس تخاف تربي الأفراخ بصورة عامة، يعني كحقول مال دواجن ويدخل بمشروع، بالرغم انه البيض يعني بيض الدواجن صعد عندنا بالعراق، وصل هسه 65 67، يعني حدود 70,000، حدود 70,000 بأرباح طبعا تكون يعني تقريبا يعني بالألف دجاجة يوميا، تقريبا شيء تقريبي 30 35، يعني يا دوب. فما تسوى انه تربي وتجازف، لان العلف حاليا العلف مال الدجاج البياض حدود المليون دينار الطن الواحد. فما انصح بتربية الافراخ الدجاج كحقل طبعا، بس اذا تربي الغرض البيض والبيت يعني، او مزرعة صغيرة بها 100 دجاجة وياها وتريد تكاثر تطلع من عندهن يعني أفراخ مهجنة، ماكو مشكلة. بس تربي قاعة 1000 وأكثر، حاليا الوضع يعني السياسي، الوضع بالعراق، الصعود مال العلف ما يشجع. ممكن نربي الدجاج اللحم يكون أفضل، لأن الدورة مالته سريعة وأسعاره أيضا هسه يعني مو ذاك ذيك الفترة كان وصل ل4000 الكيلو، هسه نزل ل2800 تقريبا، ايضا بي ارباح بس بي مخاطرة اقل من الدجاج اللحم حاليا، العفو الدجاج البياض. اخواني هاي الوجبة انا ربيتها لان اسعارها كانت مغرية، يعني الافراخ صاحب البيض صاحب المفقس اشتراهن على اساس يبيع الكتكوت، يعني ب1000 دولار فوق الدولار، ما حد اشترى من عنده بسبب الوضع اللي موجود عندنا بالعراق، فباحن بسعر زهيد، يعني جوا 250 دينار صار الكتكوت عمر يوم طبعا، فسعرها الرخيص يتربن الغرض انه نكبره نسوي فروج ونبيعه، يعني تقريبا الزوج بخمسة وبستة هيك بهاي الاسعار، 5 6 3 اذا كان يعني اول 10 ايام من تربيته. طبعا هاي نفسها الافراخ راح اعرض لكم اياها هسه بهذا الفيديو نفسه، من صار عمرهن اسبوعين قمنا ننزلهن سوق الغزل، بيهن ارباح ماديه طبعا،
بس تكون شويه مثلا مجازفه يعني، لان تعرفون الامراض هي هذني نفس. هن الافراخ بعد عمر 10 ايام تقريبا، هذا عمرهن 10 11 يوم. الاسبوع الجاي راح يكبرن اكثر وراح يغلى سعرهن اكثر، صحتهن تمام تمام. حاليا هاي الافراخ موجوده بسوق الغزل، كل جمعه جاي ننزل من عندهن وجبه. الاخ ابو مصطفى محمد موجود هناك بسوق الغزل يبيعهن، هو هذا يعني افضل الفروج البياض. اذا كنت تريد تشتري كميه تخليها بالبيت تستفاد من عندها، فنصحك بهاي الافراخ ويداريهن يعني، وباللقاحات وبالعلف، فتلقى صحتهن جيده مثل ما تشوفون نشطات. واتمنى لكم كل التوفيق. فاخواني لا تربي الغرض مشروع مال دواجن حاليا، لا تربي لان الوضع السياسي ما معروف والاسعار صاعده نازله والعلف همين مثل ما قلت لكم غالي. بس اذا تريد تربيهن بالبيت الغرض البيض طبعا التاج البيتي ما عليكم مشكله.